مني والله العظيم هو ده الحل. انا استلف من سمير ابدا. ماله سمير؟ ما سمير طلع بريء واثبت براءته بالرسائل اللي وراها لنا. ايوه ومش هنعيش العمر كله نحاسبه على ذنب ما عملهوش. لا انا مش هستلف من سمير ومن مصطفى. لا مش هستلف يا ستي، ده عمهم هو اولى بيهم. وبعدين هانت كلها اسبوعين وتتسسوا ترجع من العمره والدنيا تبقى حلاوه. ايوه والله. تبعت بقى للعيال ولاد سميحه تقول لهم يجوا لك المصنع يشوفوك وانت مالي مركزك كده. يعني ايه مالي مركزي دي؟ امال انا بمسح المصنع ورصه كراتين فاضيه ليه؟ عشان يجوا يلاقوا حركه. ده رايح بقصريه، ده جاي بماسوره، ده بيسلك حوض، يحسوا ان انت رجل اعمال بجد. يعني ايه شويه المواسير والاثار دي اللي يخلوني راجل اعمال بجد؟ سمير ما تتقلسش عليا، روق كده واسمع كلامي وانت تكسب. كلم سميحة وقول لها عايزة أشوف الولاد، خليهم يجوا لي المصنع وتأثر كده واعمل الحبتين بتوعك. يقوموا هم بقى إيه؟ يجوا لك هنا يشوفوك وانت متريش، يحسوا إنك مش محتاج لهم، يأمنوا لك ويسلموك دقنهم. انت شايفة كده؟ وأبو كده. تمام. شوف تليفونك بيرن. ده سمير. سبحان الله ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، دي علامة. رد يا دكتورة. أقول له إيه؟ ردي بس، رد. قولي له ألو. ألو أوكي. ردي ردي. ألو. أيوة دكتورة. أنا كويسة الحمد لله، إزايك أنت؟ الحمد لله أنا بخير. أنا بس بطمن عليكي لا يكون الولد الحسيني أزعجك وإنتم في الفيوم، لأنه عارفه إنه ولد غشيم وأرعن وتافه. آه هو مجنون شوية بس الحمد لله عدت على خير. تسألني هام بقى، أنت عارفة يا دكتورة أنا كنت عاوز أشوف الأولاد، عايزهم ييجوا يطمنوا على عمهم. أنت عارفة ما فيش في العمر قد اللي راح. آه تتشرف في أي وقت. طبعا اجيلكوا. حاضر من عينيا. لهم فين؟ هم اللي يجوا لك هنا المصنع. كنت عايزه اقول يا دكتوره اني نفسي الاولاد يشرفوني هنا في المصنع، يشوفوا عمهم في المصنع. بس انا مش عايزاك تتعطل عن شغلك. ودهم. مش عارفه يا معلم. دكتور جلال الله يرحمه، واولاد جلال الله يرحمه، وزوجة جلال الله يرحمه. وزي ما قلت لك اللي فاضل مش قد اللي راح. يا ترى مين يعيش؟ اوكي ابعت لي لوكيشن. من عينيا. في حفظ الله يا دكتوره. لا اله الا الله محمد رسول الله. ايه يا عم النحنوح، اتعلمت التمثيل ده فين؟ تلميذ في محرابك يا ملهمه الصغيره. يا اللي اسمه سمير ده كل يوم بيعلقني بيه أزيد من اليوم اللي قبله. طيبة وجدعنة. اللي زي سمير ده خلصوا من الدنيا.